إذن متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنتم على المباشر معنا على قناتكم شوف تي في مباشرة من مدينة جديدة، بالضبط من المرسى ديال المدينة الجديدة، ميناء مدينة الجديدة. مرحبا بنا فهد الشوية شوية ديال السردير، مرحبا بنا عندك معلم. بالنسبة لهذا المحل هو تعويض الشوية اللي كانت في 2014. كي دايرة الأجواء؟ أجواء مهمة، العيد و الحمد لله كاين الاجواء مزيانه، شفنا الناس كيتقداو كلشي بخير ولا خير. اللهم القناعه، اللهم نتمنوا الله انه تكون قناعه بين تكون قناعه ان شاء الله، تكون الامور مزيانه بخير وعلى خير. سيداتي ساداتي، كيف ما كتشوفوا الشوايه بمدينه الجديده، الشوايه وما ادراكم شوايه، لما كنقولوا مدينه الجديده كنقولوا الشوايه. ضروري من لما تدخل مدينة جديدة ضروري تاكل الشواية ديال السرديل. إذا السرديل ديال مدينة جديدة حاضر هنا بهذا السلطات المغربية أو سلطة ماروكان، كيف ما كتشوفوا الناس كتجي من جميع أنحاء المغرب، خصيصا لهذا المدينة الجميلة مدينة الجديدة. مدينة الجديدة عاصمة الدكان وعاصمة السياحة الداخلية. السلام عليكم لالا. السلام عليكم لالا، كي دايرين؟ بخير. كنشوفوا اليوم تبارك الله كاين الكليان جايين هنا لهذا، اللهم لك الحمد. مع العواشر كينقص شويه شحال دايره دابا؟ 10 دراهم. وبالنسبه شفنا نعم شفنا ناس كيجيو هنا، يعني كيتقداو الحوت وكيجيو يشوه، كيجيو كيطيبوا عندكم. كيفاش كديروا لهذه القضيه؟ واش كتخلصوا في الناس كيتقداو الحوت من مارشي التحت، مارشي ديال البريجه؟ من مارشي التحت كيتقداو من عندنا في مارشي حوت خضر، كنطيبوا لهم الحوت كنقليو كنشوف كل واحد حسب الرغبه ديالو. يعني عندكم الطياب والقلي؟ الطياب والقلي، اللي بغى يقلي كنقليو له مرحبا، اللي بغى يشوي مرحبا، وكنرحبوا بجميع الزبناء باش يجيو عندنا مرحبا بهم. شفنا الناس هنا من خير وراها، نصوروا لكم مدى. السلام عليكم، صحه وراها خويا. كي سيدي بالنور، كي جديده كلكم دكاله؟ كلشي دكاله خويا. كي دايره الاجواء؟ كي دايره اجواء مزيانه خويا، الحمد لله. الصيف دابا والعيد كبير، الحمد لله على كل حال. الحمد لله ما كاين كورونا ولا الحمد لله وشكرا الحمد لله. الحمد لله سيدنا على دهناك، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. شكرا لك خويا. الناس سيدي في النور، اذا الناس دكاله كيجوا من جميع المناطق. بالصحه وراحه. السلام عليكم سيدي. السلام عليكم، كي داير؟ بخير. كي داير الاجواء؟ السلام عليكم، الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على اي حال. كي دايره موتشو؟ اه خويا السري ديالات اخويا. السلام عليكم. السلام كل شيء بخير، الصحه والراحه. السلام عليكم اسي. السلام عليكم، الصحة وراحة، كل شيء بخير.
متابعينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم. الناس اللي دخلت على المباشر الان على قناه شوف تي في مباشره من مدينه جديده، من المرصع ديال مدينه جديده، الشوايه تبارك الله عشاق مدينه جديده، ضروري انه يدخل جديده خصو ياخذ شوايه ديال السرديل. السلام عليكم امل، وا كي دايرين؟ الشوايه شحال اخويا؟ 10 دراهم الشوايه. راه نصوروا هذاك الشيء، راه تبارك الله 10 دراهم، الشلاطه 5 دراهم والشوايه 10 دراهم. اه 10 دراهم فيها خبزه، فيها الشوايه تبارك الله. مولانا 10 دراهم تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. وكي داير الاجواء اليوم؟ الحمد لله كلشي بخير. كاين شويه طراواش؟ والله يجعل البركه. الحمد لله الحمد لله. قناعه شبعه. قول هذه لشي ناس، قول لشي ناس. وكبير الكرش فرق عليه. الحمد لله. قناعه شبعه. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك من اراد الغنى فالقناعه تكفيه. اللي بغى يحس براسه لاباس عليه يقنع. اللهم لك الحمد. الحمد لله على كل حال. انا شفت الدنيا عامره وشو وحدين بداو كيتشكاو شويه، القاديه شويه. القناعه قليله في القلب ديالهم. لا حول ولا قوه الا بالله. اللي عنده قناعه في القلب ديالو عايش بخير. الحمد لله. ولا كان عندك ما عندكش ولا كان القلب ديالك جيعان. ليما راك مخصوص. ليما كتنهز. تبارك الله عليك. هذا هو الحقيقه هي. هذا درس عطيتيه لينا با الاسم ديالك. محمد الرادي. بو محمد الرادي، الله يطول لي في عمرك. شحال حرب راه من 86. من 86 وانت خدام شويه. وانا خدام شويه. وتبارك الله كاين الخير كاين. خير وعلى خير، لا لاباس، عندنا الخير والبركه. الله يطول لي في عمرك. عام من الله. اللهم لك الحمد. نعمك الله بالقليل عندك الكثير. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. يعني ناس كبرات وليداتها بالشوايه. كاين الناس اللي خدموا وداروا لاباس وترقعوا، اللي عنده شي ضمير مزيان. اللي عنده ضمير ناقص ما دار والو. ما دار والو. الحمد لله. الله يبارك فيك، الله يطول. لا لا نخلصوا قالك خصنا نعاونك. يلاه لقيتيني فطرت، يلاه لقيتيني فطرت. والله إلا لحقت. هذا الولد ديالي. الولد ديالك. هذا ولدك، اجا ولدو تبارك الله. السلام عليكم. السلام. انت ولد با محمد. يعني الشوايه فيها البركه تبارك الله، كبراتكم. اللهم لك الحمد. الحمد لله كبراتكم، كبرات الدري راه كبرتنا، كبرت ولادنا. عندي 3 الاولاد تبارك الله. الولاد مية كبيرة. وانا عندي 4 تبارك الله، 4 الوليدات فيهم عندي 17 عام. تبارك الله. من هاد الشوايه هدرت على هذا الموضوع، شي ناس بداو كيتشكاو، بدينا المباشر بالشكاوي. وانا شفت تبارك الله الخير، الناس عامره الدنيا، الناس الحمد لله بخير وعلى خير. الحمد لله بخير وعلى خير. وشفت ماشي شكاوى، اللي بغى يتشكاو صافي، اللي بغى يدير مشاكل. الحمد لله. اذا نرجعوا للموضوع ديالنا سيداتي سادتي، معنا با محمد ديال الشوايه. الرادي محمد. الرادي محمد. تبارك الله. السلام عليكم. سالم ماشي عدل واخا. اضرب شويه، اضرب شويه، اضرب شويه. واي بات الله، واي بات الله، وما غنمش غدا. تيسكتي. واي بات الله، واي بات الله، ومكفس عليا. واي بات الله، واي بات الله، ومكفس عليا. واي بات الله. اجي اجي اهضري معايا. مشغولتش معاك كامل. سي مالك عاودي لينا مالك، شنو المشكل؟ شنو المشكل؟ ما خلانيش نخدم هاد الدري. شكون هذا؟ هذا اللي معايا. دابا حنا اسمعي اسمعي اسمعي. وخلينا نهضروا. خلينا نهضروا، وخلينا نهضروا، وخلينا نهضروا، وخلينا نهضروا. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. هاد السيدة بابا خلاش خدام، بابا خلاش خدام. السلام عليكم ناس برش، انا نمشي معاك تتغسل يديك. السلام ناس مراكش.
سهل بالصحه وراها مرحبا مرحبا شكون السلام عليكم السلام ناس مراكش ناس البجا ناس الضحكه الله يحفظكم الله يحفظكم قول لي قول لي انت جيت تقرب الكليه وتركب الكليه ناس البجا ناس الضحكه ناس النشاط ناس الفرحه ناس جيتو جديده عطله اليوم غادي تدوزو النهار وغترجعو دابا غادي نشوف حالتنا تبعني ليك زيدو ثلاث مرات انا جاي معاك يلاه صورني انا غادي ناس مراكش ها هما مرحبا بك السلام عليكم كيزك اخويا كيزك هذاك السيد الله يحفظك الله يبارك فيك الصحة وراحة الله يحفظك لك الصحة وراحة الله يبارك فيك تبارك الله عليكم ناس مراكش ناس البجا ناس الضحك يعني أهلا خويا كي داير كلشي عندنا خويا شوية راه 10 دراهم مدينة الجديدة حي حي شوية راه ب 10 دراهم 10 دراهم شوية مرحبا بكم كاينة لي صالاد ليموناد الحوت الصول كالامار ميرناق روفيت كلشي عندنا مرحبا بكم كلشي واجد كلشي كاين واجد كلشي كاين خويا الله يحفظك أيوا بقيتي مرحبا بكم في المدينة الجديدة السردية ديالها أحسن سردية سردية ديال البلاد هذا ديال البلاد حي ها هو شوفي أحسن سردية لو سي اه موت شو جبت شي جوج دات اه سيدي هاد البلاد شي حاجه حيه وسه نوكيا نوكيا 10 دراهم شويه بو محمد اللي عنده ياكل واللي ما عندوش ياكل الرادي محمد الرادي محمد بو محمد يرضي عليك الله يرضي عليك مرحبا الله يبارك فيك مرحبا وما تاكل مليح هذيك الملحه الحيه اه الملحه الحيه ضروري هذه هي اللي كطيب روح مزيان هي اللي طيب حسن يا سيدي واحد شويه وفوق الفاخر ديال الليمون الفاخر ديال الليمون الفاخر ديال الليمون كطيبوا كطيبوا في الفاخر ديال الليمون بون سبعة درهم كيلو سبعة درهم باش شاريهم كيلو سبعة درهم الفاخر الكيلو كيجيو عند الناس المعروفين الحمد لله بهاد الحرفه هادي والناس يعني كتبغي الحوت المشوي غير بالمقلاه وكل واش بغا كلش انتم دابا كديروا المقلي ديروا المشوي ديروا كلشي كلشي من اللي غادي يفوت غير غنديروا المقلاه وديروا حيت الريحه ديال ماكو بسيطه اه من اللي يفوت ان شاء الله هذا نديروا المقله ونديروا كلشي ان شاء الله مورا العيد غديروا المقله ديروا ديروا كلشي اذا تبارك الله ما شاء الله الخيرات خيرات بلادنا خيرات الله سبحانه وتعالى السردين موجود اذا السردين نوكيا السردين ديال مدينه الجديده كيف ما كتقول حيدي هذا السردين الشرقي ها السردين الشرقي رجع فهموا شنو الشرقي وشنو الغربي نوكيا ديال السردين مرحبا بكم عندنا في مدينه الجديده بلاصه الشوايه القديمه اللي كنا هنا رجعنا لا مرسى حضر المرسى القديمه الله يحفظك السلام عليكم الله يعاونك سيدي 10 درهم شويه ونوكيا هادو شويه تا هو اه شويه ديال البلاد بوشوك الكلامار بوشوك الكلامار باش كتصاوبوا باش كديروا الزعتر والزيت العود الزعتر والزيت العود ديريكت شويه كيدوز شويه الشوايه هذاك الكليان ها شويه تا هو كلشي شويه تبارك الله
فخر ديال الليمون. فخر ديال الليمون كديروا؟ مليح باش ما يعطيش الريحه الكاليتوس. هذا الكاليتوس ما يعطيش الريحه شويه. هادو لوزم الفخر. وري وري. عمرينا كرامات. السلام عليكم. كي دايرين؟ بخير الله يبارك فيك. كي داير الامور اليوم؟ بخير الحمد لله. موجود الحمد لله. هذا السردين كاين كالامار كاين بوشوك شوايا كريه مليح داك الشيء ديال البلاد خويا زعما مناسب الناس كلها كتاكل الناس عندنا كلها كتجي لها الماء. هذا السيد سميتو الرادي. الرادي معروف معلم ديال هو سميتو ديال الشوايا. إذا كنشوفوا تبارك الله الناس كتجي من جميع المناطق المغربية. شفنا ناس من مراكش، ناس من الدار البيضاء، ناس من السطات كذلك جايين هنا للمدينة الجديدة خصيصا للسرديل. إذا السرديل الجديد لا يعلى عليه. تبارك الله. إذا تحياتي لكم خوتي المغاربة، كنتم على المباشر على قناتكم شوف تي في مباشرة من المدينة الجديدة بالضبط من المرصاد ديال المدينة الجديدة. تحياتي لكم وإلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله. مع السلامة. تبارك الله لكم.